ملعبنا، وقلت ان الاهلي دايما بيبدع تحت ضغط، ومع السلوك اللي عملته جماهير النادي الاهلي العظيمه في استاد التتش يوم الاربعاء بتحيتها لشريف اكرامي والشد من ازره وبالله تنادى على كابتن حسام البدري، ده عهد جديد للنادي الاهلي او لحسام البدري مع الجمهور. فبالتالي احنا كنا متوقعين الايجابي. النهارده كاتب على صفحتي باذن الله النهارده الاهلي هيفرح جماهير الكره المصريه. الاهلي ده مصدر السعاده لمصر كلها، وهو مصدر البطولات للمنتخب الوطني. الاهلي لما كان فايق في المرحله بتاعت مانويل جوزيه وثم حسام البدري بعدها خدنا 3 بطولات افريقيه وكنا بننافس على كاس العالم لحد المحطه الاخيره. الاهلي هو فخر الكره العربيه مش الكره المصريه بس، هو دلوقتي 4 فرق عربيه هيبقوا في النهائي بقوا في قبل النهائي ان شاء الله. هي دي البطوله العربيه الحقيقيه للاهلي استعد لها، والبطوله الافريقيه للاهلي استعد لها، وباذن الله باذن الله الاهلي هيكسب البطوله وهيلعب كاس العالم في الامارات وهيؤدي اداء مشرف ان شاء الله في ظل الاداره العاقله المتزنه. انا فرحت جدا ان المهندس محمود طاهر هو اللي راح رئيس كاسا، لان مثل هذه المباريات بتحتاج الى حد يمتاز بالحكمه والحنكه الشديده جدا. طبعا في النهارده انا شايف بوست غريب جدا لوزير الشباب والرياضه بيهني رجال النادي الاهلي ولا يهني الاداره، مش عارف انا هو ليه واخد عداء مع اداره النادي الاهلي منذ الجمعيه العموميه. يا سيدي الجمعيه العموميه طلعت على يوم على يومين، مش ده الموضوع. المهم ان الناس كانت حضرت، مش زي بعض الجمعيات في الانديه الاخرى اللي تم تسويدها وتقفيلها وتزويرها، مش زي بعض اللوائح اللي انت اعتمدتها وانت عارف انها مزوره، واتقال لك ان الجمعيه العموميه لم تكتمل في نادي كبير وشهير، ها؟ وانت قلت له خلص يا احمد، واحمد خلص والناس هتقدم بلاغ في الجزئيه دي. فانا عاوز اقول ان لا لجنه اولمبيه ولا وزاره ولا اي حد بيفرح جماهير الكوره في مصر بصفه عامه الا النادي الاهلي. كل الاحصائيات بتقول ان الاهلي هو الاكثر شعبيه والاكثر جماهيريه والاكثر استحواذا للبطولات والاكثر تحقيقا للارقام القياسيه. فبالتالي الاهلي هو مصدر للسعاده في مصر في انجازاته وانتصاراته وبطولاته. وبقى لا تقول لي بقى لا لجنه اولمبيه ولا حطب ولا خشب ولا اي حد، الناس دي مفترض النهارده يتم التحقيق معاها من مستوى رئاسه مش من مستوى رئاسه وزراء. لازم يبقى في لجنه النهارده او مستشارين لرئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي يحقق في الفساد اللي بتعيشه الرياضه المصريه النهارده بلوائح غريبه جدا. النهارده علي السرجاني بيستبعد بثمان سنين باثر رجعي، حاجه غريبه جدا، لوائح انديه عاملاها ملاكي. فبالتالي سيبنا من الجزئيه دي، لكن النادي الاهلي باذن الله مكمل وباذن الله هيتخطى وباذن الله هيوصل للنهائي، لان هو عنده روح الفانيلا الحمراء، الاصرار والعزيمه اللي هو بيمتاز فيهم في وقت الجد. النهارده كانت كل الناس ممكن تشعر ان الاهلي هيرمي الفوطه بين الشوطين، لكن النهارده شوط عالمي اداه النادي الاهلي بشكل تكتيكي على اعلى مستوى، بشكل فني على اعلى مستوى، بالتزام من كافه اللاعبين على اعلى مستوى، بكرات مرتده جميله كان يمكن النادي النهارده يعمل سكور كبير جدا رغم تعنت الحكم وافراطه في الانذارات ضد لاعبي النادي الاهلي. فبالتالي مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهيره ومبروك لادارته اللي هي بتقف ورا هذه الانجازات. ونتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله نتخطى باذن الله سواء النجم او الاهلي طرابلس، وباذن الله باذن الله الاهلي في كاس العالم باذن الله. دايما دايما مداخلاتك معايا او حتى حديثك اللي هي بتبقى مواجهه معايا هنا في الاستوديو دايما بنتكلم فنيات وتروح مديني قنبله كده في النص. اصل مش معقول ومش منطقي ان وزير النهارده ما يهمنيش اداره، هو ليه كارهها؟ هو ليه واخد منها موقف؟ انا مش متخيل ده. انت افسدت، هي مش دي القنبله بالنسبه لي لان انا شفتها قبل كده، يعني القنبله دي فرقعت قبل كده، مش دي القنبله اللي قلتها النهارده يعني. امال ايه القنبله اللي قلتها النهارده؟ انت قلت كلام خطير جدا. ما هو الكلام ده لان ده حقيقه وانا ما بعرفش اصرف غير الصدق، وانت معاك ناس نجوم كبار عايشوا النادي الاهلي على مدار اجيال حققوا بطولات اسعدوا الجماهير، مثلوا مصر على مستوى كاس العالم. عندك 2 من الكباتن الكبار كابتن ربيع والكابتن اسامه، فبالتالي وكابتن كمونة راجل احترف بره وفي المانيا وكده. فاللي عاوز اقوله ان النادي الاهلي اكبر مليون مره من لجنه اولمبيه واكبر مليون مره من وزير. هم دول هو ده النادي اللي بيسعد المصريين. انت خلينا نتكلم بامانه، في البطولات بتاعت دوري افريقيا خدوا كاس الاتحاد الشحاته، كانت معظم العناصر الاساسيه من النادي الاهلي. كان النادي الاهلي في قمه ادائه الافريقي والمحلي. لما ترمومتر النادي الاهلي بيجي لمساله احلال وتجديد، الكره في مصر بتقع. الكره النهارده عاليه بعناصر النادي الاهلي اللي موجوده بالبدلاء المتميزين. انا عايز احييك يا استاذ معاطي على شجاعتك في الكلام بصراحه، يعني طول عمري يعني بسمع منك كلام يعني كلام حد جدا، كلام في محله، كلام يعني ما يقولوش غير رجل شجاع. انا عايز احييك وعايز يعني اقفل المكالمه يعني على كده بصراحه، بحييك جدا جدا على كلامك. اتفضل. مش بيبقى غير الكلمه، وانت جنبك الكابتن ربيع ياسين
الشيخ او الشيخ ربيع زي ما بنحب نقول، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا، وليقولوا ما قالش وليعملوا وليصلوا وليزكوا، قال لك وليقولوا قولا سديدا. طالما شايف حق بما يرضي الله، بما يرضي الله لازم نقوله. فالوزير افسد الادارات. انا بحييك على كلامك يا استاذ المعاطي، ودايما انت بتقول كلام وبتبقى مسؤول عنه يعني ب 100%. بحييك. عايز اقول لك حاجه، قلت الكلام ده للوزير انا عارف في التليفون معاه يوم الاربعاء اللي فات. انا عارف. كل الشكر ليك يا استاذ المعاطي، وربنا يكرمك وتفضل كده دايما عند كلمه الحق. شكرا جدا. معانا طيب الاستاذ